Nathan? Nathan? ماذا سنفعل معك؟ لابد وأنك سئمت من المحاضرات كما سئمت من تكرارها. أصبح عليك البقاء معي طوال عطلة الأسبوع بدلاً من خروجك في الرحلة. لا أهتم. نعم، هذا هو جوهر المشكلة. لا أفهم، لماذا أعاقب وحدي؟ لأنك بدأت المشاجرة. رفض إعادة كتابي. طلبت منك ترك الكتب في غرفتك. لا تلوم أحداً إلا نفسك. لا يحق له أن يخطفه مني. هل يعطيك ذلك الحق في أن تبدأ في الشجار واللكمات؟ لم يكن الكتاب فقط. ماذا كان إذن؟ لا شيء، سأتكلم في الاعتراف. مهما حاولت تبدو مصراً على اتخاذ الطريق المؤسف الذي اتخذه أخوك. هذه خسارة. سام، حسناً، بخفة وهدوء. أليست مهمتنا مساعدة الأطفال أمثالي؟ في الوقت ذاته أهملت عشرات الأطفال الآخرين تحت رعايتي. ماذا تريدين أن أفعل؟ تعرف رأيي. لست مستعدة للتخلي عنه بعد. لا يمكنك الاستمرار في تجنب الأمر. اسمعي، سأتحدث إليه في الصباح. مفهوم؟ طابت ليلتك يا أبتة. طابت ليلتك يا أخت كاثرين. لعنة. هيا. سام، أوه، عليك تعلم توخي الحذر. حسنا. تسرني رؤيتك يا أخي. ما هذا؟ حقا مجددا؟ هذا لا شيء. قلت ستبعد عن المشاكل. لكنه كان يهيننا. إذن؟ لقد قال إن أبي هجرنا وإن أمي ستتعذب. نيثن، اسمع، يقولون ذلك لأنه يضايقك. حسنا، عليك تجاهل ذلك.
لن تفعل. افعل ما أقوله وليس ما أفعله. خذ، ستمرض. إذن ماذا تفعل هنا بأي حال؟ إذا رأتك الراهبات فستحضر الشرطة. لدي شيء لك، لا يؤجل للكريسماس. ماذا؟ في الخارج. ماذا عن البعد عن المشاكل؟ هذا استثناء. حسناً. قفزة جديدة. هيا هيا أعطني. خفف الوزن. ألا تطعمك الأخوات؟ المكان يبدو خالياً. أين الجميع؟ في قراءة للإنجيل. يا أذكر هذه. كيف حال الأب دافي؟ إنه الوحيد اللطيف هنا. تعال لتحيتي. لا، لا أريد تلقي اللوم. لم تدعم. أنا فعلت أقله، اعتقدت ذلك. لا لا يهم، سنتبع الطريق المرتفع. مرتفع؟ اتبعني فحسب. شاهد هذا. سنتبع الطريق المرتفع. فعلت هذا من قبل؟ مرة أو مرتين. هيا هيا دوره. لا مجد بلا شجاعة. هيا نيثن. فكر في الأمر، يمكنك هذا. أمسكتك. أرأيت؟ لا مشكلة. أجل بلا صعوبات. ابقى معي. نعم جدا. من هنا. خلفك تماما. قفزة قادمة. حسنا. تلك خطيئة؟ أعتقد أنها خطيئة. جاهز يا طرزان؟ هل أتيت هنا من قبل؟ هذا السطح تحديدا؟ لا، لكنك تعرف الطريق صحيح؟ تقريبا. انتظر هنا وراقبني. دورك. حسنا يمكنك هذا، يمكنك فعل هذا. حسنا هيا فعلت. نجحت؟ نعم بالطبع نجحت. اتبعني.
أتعرف؟ هل تقدمت أنت؟ حقا؟ نعم حقا، سأتبع توجيهاتك. أحسنت يا نيتن. حسنا، نحن ذا. واو. حسنا. حسنا، أنت أولا. اتجه للأسفل. وهكذا خرجنا. حسنا، انظر لهذه. ها؟ الطراز 250. 250؟ أما تتكلم، لا، هذه 500 سي سي ثنائي. مستحيل. نعم. من أين سرقتها؟ واو، أنا أحتاج، لكن أؤكد لك أنني تغيرت تماما، اشتريتها بأموال اكتسبتها. هيا اركب. ماذا؟ لا تفعل هذه الأمور إلا لكي ترضيني. أنت ذكي أكثر من اللازم. حسناً، لدي مهمة عمل مربحة جداً، لكن سأغادر لبعض الوقت. كم من الوقت؟ حوالي سنة على أقصى تقدير، ولن تشعر بغيابي، اتفقنا؟ ستتخلى عني. لا داعي للشعور بالأسى. ألم يكفي أن تتركني في ذلك المكان؟ كيف يمكنك أن تفعل هذا بي؟ انتظر، أفعل هذا من أجلك، المال الذي أجنيه لكلينا، وبعد سنتين بعدما تترك. سنتين؟ خذني معك. بالكاد أتحمل مسؤولية نفسي. سأشارك معك. أعرف أنك تعتقد أن الملجأ سيء. لا فكرة لديك. نعم، ولكنه أفضل شيء لك الآن. حسنا، عليك أن تثق بي. ليس عدلا. اسمع، حياتنا ليست عادلة، لكننا اجتزناها، صح؟ أكيد. حسناً، الدراجة لم تكن المفاجأة الوحيدة، وسأفسد المفاجأة التالية. ماذا؟ وجدت أشياء أمي، تتبعت من اشتراها من والدنا. إن كنت تدعي هذا لتسعدني. لا أقسم لك. أين؟ في نصف البلدة الآخر. ما رأيك في استعادتها؟ تعني نسرقها؟ ليست سرقة طالما أنها كانت ملكنا. الشرطة لن تتفهم هذا. فلنتجنب القبض علينا. أنت جاهز؟ أكيد. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? عليك أن تفعل أكثر من ذلك. Acabemos con esto. لنذهب. ¡Ay! ¡Demuéstrale al gringo quién manda! ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? No dejes que este tipo te gane, Gustavo. Tú lo empezaste, pero yo voy a acabarlo. ¿Cómo está esto? ¿Eh? ¡Dale una paliza! ¡Estás muerto! ¡Elimínalo! A ver cómo te sales de esta, cara. ¡Fuera ahí! ¿Qué tal esto? ¡Otro aquí! ¡Gánenmelo! ¡Rompa, tira ahí! ¡Lucha como un hombre! ¡Hasan! ¡Hazlo todo! ¡Dale una paliza! ¡Toma esto, pendejo! ¡Vuelve ahí! ¡Puedes hacerlo! Esto es por meterte con nosotros. ¡Sí, Gustavo! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Derríbalo! ¡Ay, ya! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Rótese, gringo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo!
¡Ya basta! ¡Dale una paliza a mi hija! ¡Cierren este lugar! ¡Todo! ¡Regresen sus celdas! ¡Sí, Gustavo! ¡Kafa, ya ahmaqan! ¡Suéltame! ¡Lan nakun nata'arak! ها أليس كذلك؟ ويا متاه ليغو كما ميردا كلمني عندما نتجهز للتعارك أتلف الكولو الحبس الانفرادي أصمت إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة